النوراج نحن لازم نروح، لازم أخذك على المشفى، ما فينا نبقى هون. يلا. استنى دقيقة. النوراج، النوراج، أنت منيح؟ قوم. ما اسمعي، ما فيني وقف، أنا عم أتوجع. النوراج حاول لو سمحت. لا لا ماهي، اسمعي ليكي ماهي، أنا ما بقدر أعمل هالشي، ممكن يوصلوا لهون بأي لحظة، نحن لازم نطلع منهم. بس النوراج أنت مو قدران تمشي، كيف بدنا نروح؟ إيه معك حق، أنا ما فيني روح. بس بس شو؟ أنت بتقدري تروحي من هون ماهي، روحي وأنقذي حياتك. وأنت؟ شو مشانك؟ ماهي أنا رح أبقى هون. جد؟ أنت شو صار لك؟ آه؟ بترجاكي ما تجادليني، هذا مو وقت النقاش أبداً. ما بروح على أي مكان بدونك. ماهي اسمعيني، عملياً مستحيل نقدر اثنيناتنا نطلع من هون بخير، بس إذا رحتي من هون أكيد أنت رح تقدري تساعديني. مستحيل الحكي اللي عم تحكيه أنوراج، ما رح يصير، وما رح روح لأي مكان من دونك. يا أما منروح سوا يا أما ما رح روح. إذا بتريدي ما تكوني عاطفية. ماهي فكري برواء شوي، هلأ إذا أنت بقيتي هون وما سمعتي كلامي رح تخلي الأمور تصير أسوأ، أما إذا رحتي لحالك رح تقدري تجيبي المساعدة لياخدوني. يلا وثقي فيني رح كون منيح. ما تحاول تغير لي قراري بهذا الحكي، ما رح روح لأي مكان بدونك. ماهي حاولي تفهمي، أنا وعدت أمك من قبل ما نطلع إلا وأنتي سالمة. بس أنا بدونك حياتي بتصير ما إلى أي معنى أنوراج. أنت هلأ معصب مني، إيه ماشي، بس أنا ما رح روح من هون، ورح نحل أي شي بطريقنا، ورح نعيش مع بعضنا كل الحياة. إذا بقينا مع بعض وقتا نحن أكيد رح نلاقي حل. استنى هون أنا راجعة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.